من عاهد الله تعالى على ترك ذنب فقد عمل صالحا بهذه المعاهدة، ونحن نعاهد الله تعالى كل يوم على ذلك صباحا ومساء في سيد الاستغفار. في حديث شداد بن أوس قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي ملتزم ما عاهدتك عليه من عبادتك وحدك لا شريك لك، ومن طاعتك وأن لا أخرج عن أمرك ونهيك. ولكنه مقيد بالاستطاعة، فقال: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فالمعاهدة من العمل الصالح الذي يؤجر عليه الإنسان، ويجب عليه أن يحفظ العهد الذي عهد الله تعالى عليه، لا سيما إذا كان هذا العهد على سبب، كان يقول: إن شفاني الله فعهد علي أن أفعل كذا أو أن لا أفعل كذا. فهنا يتأكد الوفاء بالعهد، ويلزم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فعاهد الله على أمرين، إن أعطاهم شيئا يطلبونه: الصدقة والصلاح في العمل. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، لم يوفوا بالصدقة وتولوا وهم معرضون، ولم يوفوا بالاستقامة، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون. ولهذا الأمر خطير في مثل هذا المقام. فمن عاهد الله على طاعة، على ترك سيئة، على عمل صالح في سياق طلب أمر من الله عز وجل، ينبغي له أن يحتاط وأن يجد غاية جهده في الوفاء بذلك، وإذا عثر وخالف فليبادر إلى التوبة، لأجل ألا يحيط به ما ذكر الله تعالى من وعيد: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون.